عانت شبه جزيرة سيناء من التجاهل والإهمال بصورة تقليدية في خطط التنمية الاقتصادية والبشرية للحكومات المصرية المتعاقبة، وكانت لهذا الإهمال نتائجه السلبية في كافة النواحي. فمن الناحية الاقتصادية أدى هذا الوضع إلى عدم القدرة على الاستفادة من الثروات الطبيعية ومجالات الاستثمار المختلفة في سيناء، كما أن ذلك قد تسبب من الناحية البشرية في عدم وضع سيناء على خارطة إعادة توزيع السكان لتقليل الكثافة السكانية العالية في مناطق الوادي والدلتا في مصر، بالإضافة إلى أن السكان الفعليين في سيناء أنفسهم حرموا من الحصول على خدمات أفضل وفرص عمل أكثر وغير ذلك. وأخيراً، فإن استبعاد سيناء من خطط التنمية كان ضاراً من الناحية الدفاعية، لأنه من المعروف تقليدياً أن المناطق المأهولة بالسكان تعتبر أكثر قدرة على الصمود في وجه أي عدو عسكري خارجي، ويكون احتلالها أكثر صعوبة بالنسبة للمعتدي، وهو ما كان يمكن أن يفيد في جولات الصراع المسلح المختلفة التي دارت على أرض سيناء خلال الفترة ما بين العامين 1956 و1973. وبالتالي فإن كافة هذه الاعتبارات تؤكد على أن هناك خسارة كبيرة نسبياً تحملتها مصر بسبب تجاهلها لتنمية سيناء. وقد سعت الدولة المصرية إلى معالجة هذا الوضع، وذلك من خلال المشروع القومي لتعمير سيناء. وتحتاج عملية تطوير وتنمية سيناء إلى مراعاة الأبعاد والاعتبارات الأمنية والدفاعية، استناداً إلى أن هذه العملية تعتبر عملية متكاملة ومتعددة الأبعاد، حيث يعتبر البعد الأمني لعملية تنمية وتطوير سيناء بعداً بالغ الأهمية، بالإضافة إلى أن الدفاع عن سيناء يعني الدفاع عن مصر. القبائل العربية جزء مهم جدا ومكون أساسي من مكونات الشعب المصري، وهم موجودين في كل مكان في مصر، سواء في سيناء أو في النوبة أو في الصعيد أو حتى في الشرقية والوادي والدلتا. مجموعة كبيرة جدا من القبائل عايشة معنا وما بيننا، وهم مصريين يحبون هذا الوطن وينتبهون إليه وبيبذلوا جهدهم في الدفاع عنه، ولكن على طريقتهم وطريقة عاداتهم وتقاليدهم والحفاظ على تراثهم. هذه القبائل العربية ارتأت أنه لابد أنها تجمع نفسها في كيان قوي هو المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية، يكون متحدث باسمها وناقل لهموم القبائل العربية وشارح لوجهة نظرها في المواقف الرسمية في مصر. القبائل العربية النهاردة هنتكلم عنها وهنتكلم عن احتياجاتها للتنمية في الأماكن الموجود فيها، سواء في سيناء أو في النوبة أو غيرها من الأماكن الأخرى. بشرفنا يكون معنا النهاردة المستشار سليمان أبو عريضة، مسؤول لجنة التواصل بالمجلس القومي لشؤون القبائل العربية. أهلا بحضرتك معنا. وإلى جواره المستشار محمد عدلان، نائب رئيس المجلس لجنوب الصعيد والنوبة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الشيخ علي فريج راشد، رئيس مجلس حكماء القبائل العربية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضراتكم، صباح الخير. ودايما ما بيكون في حدث في مصر، قبائل العربية والمناطق الحدودية تحديدا هي صمام الأمان لهذه المنطقة. شيخ علي، أنا هبدأ مع حضرتك، كيف تمت فكرة تكوين المجالس العربية لتحديد شؤون هذه المنطقة تحديدا والمطالبة بتنمية في هذه المناطق؟ فضل فهم. طبعا فكرة بسم الله الرحمن الرحيم، وفكرة تكوين المجلس القومي للقبائل المصرية فكرة قديمة، هو
قرار صدر اول ما صدر صدر من الرئيس الراحل الرئيس جمال عبد الناصر في سنه 68 وكان الهدف منه هو معاونه القبائل لقوات المسلحه في ازاله اثار العدوان وخاصه القبائل الموجوده في سيناء لانه كانت سيناء في ذاك الوقت تحت الاحتلال الاسرائيلي. فكان فكره الرئيس جمال عبد الناصر انه نعمل مجلس يفعل دور القبائل العربيه عموما على مستوى الجمهوريه وخاصه في مناطق سيناء اللي كانت محتله. ولكن بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر يمكن توقف العمل بهذا المشروع. لما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعل هذا القرار وعاد تكوين وانشاء هذا المجلس. المجلس القومي المفروض انه هو اللي بيتكلم باسم كل القبائل العربيه الموجوده في مصر، وزي ما سيادتك تفضلتي القبائل الموجوده النهارده القبائل العربيه منتشره هي جزء من نسيج المجتمع المصري، وفي نفس الوقت هي عايشه في كل بقاع مصر، يعني مش في سيناء بس ومطروح والوادي الجديد والمحافظات الحدوديه، لكن موجوده منتشره في كل محافظات وسط دلتا وغرب الدلتا وفي يعني نقول الشرقيه واسماعيليه والجيزه امتدادا الى حدودنا في اسوان. القبائل العربيه وقع عليها مسؤوليه هي بسبب وجودها على المناطق الحدوديه الملتهبه وخاصه في سيناء الان وفي مطروح. في سيناء لانه احنا بنواجه معركه كبيره وشرسه مع الارهاب في سيناء، وهنا بتقع المسؤوليه على القبائل العربيه انها معاونه قواتها المسلحه طبعا. واحنا شايفين الحمد لله بالتجربه خلال فتره الشهور اللي فاتت ازاي بفضل التعاون الكامل بين المشايخ والقبائل مع قوات مسلحة النهاردة نقدر نقول إن شاء الله احنا على أبواب النصر النهائي على كل قوى الإرهاب في سيناء. وأيضا قبائلنا اللي موجودة في مطروح، وانت عارف انه النهاردة مطروح مصدر خطر لانه ليبيا اللي حصل فيها، فهناك طبعا موضوع تهريب السلاح، و طبعا السلاح بيخش مصر عشان يستخدم ضد برضه الشعب المصري بيدخل سيناء طبعا. فهنا بتقع زي ما بنقول تقع مسؤوليه خاصه على القبائل العربيه في انها تتحمل مسؤوليتها بشان الامن القومي، وخاصه القبائل العربيه موجوده في سيناء وفي مطروح حدودنا الشرقيه وموجوده في اسوان على حدود الغرب وموجوده في البحر الاحمر. اذا جميع حدودنا مع كل الدول المجاوره اللي موجود فيها وبيعيش فيها هم القبائل العربية، ودي المسؤولية اللي بتقع عليهم. هاخد من حضرتك الكلام ده ونتكلم بشكل خاص مثلا عن مرسى مطروح. خلينا نتكلم مع المستشار سليمان ابو عريضه. والقبائل العربية كان لها دور فاعل جدا لما كان كتير جدا من المصريين بيتم القاء القبض عليهم او بيستوقفوا او حتى في ناقلات او اتوبيسات او شاحنات مصريه بتنقل بضائع لليبيا وفجاه يعني نكتشف انها متوقفه او غيره. هنا كنا بنعتمد على القبائل العربيه في الحوار مع القبائل العربيه الموجوده في مرسى مطروح، وبنعتمد على علاقات الصهر والنسب وغيره علشان نمشي امورنا في هذه المنطقه، وبالتالي هم اصبحوا بمثابه القوه الناعمه لينا في مثل هذه المشاكل على الحدود. كلمنا اكتر حضرتك عن هذه النقطه ودور القبائل العربيه الفاعل اللي كان موجود في الفترة الأخيرة وبدا اعتمادنا عليهم كقوة ناعمة في التعامل مع حدود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول لسيادتك يعني الإخوة القبائل اللي موجودة في مطروح زيها زي حال كل القبائل الموجودة على الحدود، وبقوموا بدور مهم في زي الدبلوماسية الشعبية، بدل ما تبقى في دبلوماسية سياسية في دبلوماسية شعبية، لأن ليهم امتداد في الدول اللي جنبهم. اللي موجودين في مطروح ولاد علي ليهم امتداد في ليبيا، فلما بيحصل ازمه الكلام ده بيبقى يعني حله بالنسبه للقبائل اسهل من حل الساسه، عشان كده بيتدخلوا بنقدر نوصل لحلول فيها بسرعه. بس اللي انا عايز يعني اوضحه للساده المشاهدين ان القبائل دي فعلا على مدار تاريخها في مصر اتظلمت ظلم كبير جدا وظلم فادح كلنا هنتحاسب عليه قدام ربنا، عشان كده بنقول ان الدوله ما ينفعش تستخدم القبائل وقت ما هي عايزاها وقت ما خلاص انا مش محتاج ان القبائل تجهله. نعم. الكلام ده فيه مسؤوليه كبيره جدا وخصوصا مسؤوليه سياسيه. واحنا بنتعشم في ان السيد الرئيس السيسي له نظره مختلفه مع القبائل بصفتهم انهم شريحه موجوده. طيب بما ان سيادتك ذكرت سياده الرئيس السيسي
حصل زيارة منه يمكن قريبا قريبا في مطروح. فضلك الزيارة دي ايه اللي تم، ايه اللي اتفقته مع سيادة الرئيس عليها، البنود، الكلام المهم اللي قاله سيادة الرئيس، وانتوا كمان طلبتوا ايه منه؟ اتفضل يا فندم. هو انا عايز بس اوضح لحضرتك المشاهد، انا مكان تواجدي تقريبا في الدلتا او في اسماعيلية، لكن احنا على تواصل باخواتنا اللي موجودين في مطروح. نعم. عشان ما حدش يفهم ان انا بتكلم بلسان حال اخواتنا الموجودين في مطروح. لكن زيارة الرئيس السيسي الاخيرة لمطروح كان الاساس فيها حتة تأمين الحدود بشكل جيد في المناطق اللي فيها القبائل، القبائل دي موجودة على الحدود كلها على مدار الحدود، ومعروف المنطقة دي تخص القبيلة الفلانية أو الربع الفلاني أو الفرد الفلاني. نعم. فده كان رقم واحد. رقم اثنين كان موضوع التنمية. حضرتك خلي بالك سيادتك اللي موجود، الأزمة الحقيقية من وجهة نظرنا احنا كأبناء قبائل بنتحرك في المجتمع، وجهة نظرنا إن الأزمة الحقيقية موجودة في إن الاقتصاد عندك ضعيف في المناطق الحدودية، ولذلك بيظهر عندك التطرف وبيظهر عندك المشاكل، وخصوصا مع ان العكس المفروض يبقى صحيح. بدل ما اعمل تنمية ضخمة حوالين القاهرة في 6 اكتوبر وفي العاشر وفي بدر، ما اعملها على الحدود، ده دين الاخطر. دي الخطر بكل من عندها. فانا لو عرفت اامن المنطقة دي بشكل كويس، اعملها باقتصاد ومنطقة سيناء، وامن حلايب وشلاتين، هامنها ازاي؟ مش هامنها بعساكر. ما اقدرش انا امن المناطق دي كلها بجنود، لابد ان يبقى فيه اقتصاد، ان يبقى فيه تواجد بشر عشان يساعدوا العسكريين في اماكن. طيب استحمل، احنا يعني معانا تقرير اعدناه عن لقاء القبائل العربيه برئيس السيسي، هنشوف جزء من هذا اللقاء ونشوف اهم الكلمات اللي تم الحديث عنها واهم البنود اللي تم طرحها في هذا اللقاء، ونرجع نكمل حوارنا تاني عن القبائل العربيه، وننتقل بقى الى النوبه والحديث عن هذه المنطقه الغاليه من ارض مصر. دي كانت صور لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء القبائل العربية في مرسى مطروح، وأنا أتخيل أنه كان فيه كلام مهم جدا زي ما قال لنا سعادة المستشار، أنه الفكرة كلها هي تأمين هذه الحدود بأبناء هذه المنطقة. نهلا قبل ما ناخد الفاصل اتكلمت عن جزء مهم جدا في مصر وبنتكلمش عليه كتير للأسف، حتى في الإعلام غايب دوره ومهضوم حقه، وأنا واحد من الناس بعترف بدوت، وهي أرضنا في النوبة وأهالينا في النوبة. أنا برحب بحضرتك مرة تانية يعني سعادة المستشار محمد عدلان، وبنتكلم على النوبة. مش هسألك القبائل العربية هناك إيه ولا الكلام دوت، عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن النوبة من 120 سنة، 120 سنة من أيام الملك ولغاية الآن مهملة ولا أحد يفكر فيها، لكن استبشرنا خير ان اول الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نوى يترشح اول ناس قعد معانا احنا
يعني حتى كان دي رساله للناس كلها ان احنا قاعده مصر، احنا الحدود الجنوبيه، لو ما كانش لينا الاهميه القصوى لذلك ما كانش قاعد معانا سياده الرئيس. وشرحنا له اول مره يعني نقعد مع رئيس جمهوريه باستفاضه، وشرحنا له مدى المعاناه. ان احنا تخيل انا مهجر في بلدي، انا دلوقتي انا قاعد مع حضرتك، انا مهجر انا مهجر في نصر النوبه، انا بيوتي ايواء، خدت زميل معايا عشان اوديه بلدي، يقول لي انا اول مره اشوف تراب قبل البيوت، تراب. وكان فاكر ده التراب ده اللي دي البيوت بتاعتنا. انا شايف سياده المستشار في لمحه حزن كده في عينك. بالتاكيد ان النوبه دي جنه الارض. لكن إيه انا مزعلك قوي كده؟ اللي مزعلني ان انا لغايه دلوقتي فين حقي، فين ارضي، فين تعويض؟ مش عايزين تعويض، احنا عايزين نرجع. ولما شرحنا لسياده الرئيس يعني ادى اوامره وادى تعليماته، والحمد لله الدستور انصفنا الماده 236 عوده النوبه. يعني تخيل انا في بلدي وبعود، تلتزم الدوله باعاده اهالي النوبه الى اراضيهم في مده 10 سنين. لكن هو مش دلوقتي في قرى بتبنى فعلا لاهالي النوبه بالفعل؟ يعني لا مفيش قرى، ده هي بس مجموعه بيوت اتعملت في مدينه كركر، وللاسف دي منطقه طرد. تخيل انا سجن النوبيين في 3 نجوم. سجن النوبيين في 3 نجوم، اجي اخدك اقعدك في المكان، ولا مواصلات ولا تنميه بشريه ولا تنميه صناعيه. عايز بس انوه للساده المشاهدين انه الارض دي هي الارض اللي تم تهجير اهالينا في النوبه منها عشان بناء السد العالي. ايوه صح كده؟ صح كده. نعم. هي طول البحيره او طول ارضنا 365 كيلو متر. تخيل حضرتك بعد استراتيجي. نعم. وبعد امني ليه. نعم. فاحنا لما طالبنا سياده الرئيس ان احنا نرجع، هو برضو اقتنع، وان شاء الله في الدستور ادانا 10 سنين للعوده. وطلبنا منه، دي اول مره اقولها برضو، تدريس اللغه النوبيه. تدريس اللغه النوبيه في المعاهد والكليات. والحمد لله يعني هو الجيش هو اللي بيبادر او هو اللي بيبقى ليه السبب، ودلوقتي بندرس اللغه النوبيه في الكليه الحربيه. وتخيل الضابط هيطلع يعرف نوبي كتابه وقرايه، فدي برضو الحمد لله دي برضو من الحاجات يعني اقول لك. وده ما يمنعش طبعا ان انتم محافظين على اللغه النوبيه حفاظ شديد.